Gia! 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 مرت عمي في شي؟ مرت عمي ليش مصدومة؟ شو صاير؟ مرت عمي قلي لي شو صاير؟ جيه هاد الخاتم اللي بإيدي هلأ كان لزوجي وأنا هديته إياه بعيد ميلاده من كام سنة قبل ما يختفي وقت شفته اليوم هو كان لابسه بإيده وما كان شالحه وأنا ما بعرف شو جابه على الطاولة لهم مرت عمي أنت متأكدة أنه عمي كان لابس هذا الخاتم اليوم وقت شفتي؟ إيه طبعاً متأكدة يا جيا طيب معناها كيف وصل الخاتم لهون حتى رانو لسه ما أجت على البيت؟ هذا الشي اللي ما عم بفهمه شي غريب مرت عمي ما قلت كون رانو مخبي عمي بشي مكان هون؟ ايه هاد الشي وارد معناتها عمك ممكن يكون بالبيت بس جيا انا ما عم بقدر افهمها لرانو ليش لحتى تعمل هالشي اذا هي عن جد كانت مخبية زوجي بهذا البيت معناتها كتير سهل علينا انه نحن نقدر نلاقي رانو مستحيل تترك الشغل بهالسهولة علينا مرت عمي ممكن تكون خبته هون لأن فكرت انه ممكن يكون هذا اخر مكان بيخطر على بالنا ندور فيه عليه بس نحن ما فينا ناخذ اي قرار قبل ما نكون متاكدين منه بتعرفي يا مرت عمي تعي ندور بالبيت يمكن نحن نلاقي عمي هون ايه معك حق يلا يلا تعي مرت عمي انا دورت بكل مكان بس ما لقيته أبداً وأنا دورت وما لقيته مرت عمي انبسطي هذا الشيء اللي صار ممكن يكون دليل إلنا هالدليل حيخلينا نعرف وين مكان عمي رح تشوفي نحن أكيد رح نلاقي نحن بس لازم نضل عم نراقب رانو أنت شو عم تقولي؟ لك أنا ما طلبت هلأ منك ومن آكاش إنه ما تعملوا أي شيء بلا بس تعي معي لشوف شايف الحالة اللي وصل لابني أرجون؟ هاد كله بسبب أفعال رانو وكله بسبب أنانيتها رانو بنت قوية كتير ما فينا نحاربها لحالنا